ازاي تم التعامل معاها، وهل هي فعلا دعمت الشباب وما تعطيتش اي اكل فعلا؟ لا مين يعني مكتوب بقى. لا طبيعي انه يعني هي ايه اللي هيخلي مطرب او مطربه يعملوا اغنيه؟ انه يا اما بياخدوها بالكاسيت عندهم يا اما بيتقاطوا ثمنها، وده طبيعي ده بيزنس. فده اللي حصل، انه عجبتها الاغنيه فعملتها وتقاطت ثمنها. بس يعني معبره، وحتى الشباب طلعوا معاها في الاخر في الاغنيه. ما احنا احنا بنصورينها يعني مش فيديو كليب. رؤيتك بقى ولا ايه؟ اصل يعني كانت حتى الفكره جديده، يعني مش مجرد صوت وحطيتي مشاهد من الفيلم، لا يعني كان وراها شاشه و... برضه طلعتيهم معاهم في الاخر. إيه يعني حسيت فكرتك ولا؟ إيه ما هي معموله للفيلم. يعني معموله للفيلم، فكره التصوير نفسها لا، فكره عثمان مش فكرتي. لا يعني فكره انه مصور سميره سعيد فكرتي، لانه انا ماضي معاها على كده، ماضي معاها على صوت وصوره. انما اللي اتصور ده تصوير عثمان. ده وجود الشباب في الاغنيه ده بقراري انه لازم يطلعوا معاها بالاخر. علشان بقيه الفيلم طبعا. يعني حتى اذا لاحظتي طلعوا بهدوم الفيلم. علشان الفيلم من وراهم. فانما وجودها في الاغنيه طبعا انا لما اخترتها اخترت عشان صوتها لايق على الاغنيه اللي انا من الاول مختاره سكه المغرب الجيبسي. علشان اختار سميره سعيد، عشان اختار يعني انا قلت لو سميره رفضت هختار حد بسكه سميره. بس كان اول اختيار هو سمير. فانا ما كنتش اعرفها، اللي كان يعرفها الملحن محمد يحيى، فقال لي انا هتصل بيها واكلمها وبعدين اديتها له. وفعلا محمد يحيى مهد الموضوع وتقريبا عمل الاتفاق، وبعدين تقابلنا ومضينا العقد وكانت ظريفه و... يعني ده كانت تعامل هي روح معها. يعني هي روح حلوه. هي التعامل معها كان بسيط وده صريح. هو الموضوع بس اخذنا وقت كتير لغايه ما صورنا. هي بس هي هذه النقطه، انما التعامل كان بسيط. وبالاول يعني كانت عجبها الاغنيه غنتها، اشرفنا على الغنى وبعدين التصوير. فيعني ده كله مشي خطوه خطوه يعني. طب برضه اختيار حضرتك لعثمان ابو لبن المهندس هو صدفه بحته. يعني انا برجع وبقول انا كنت عثمان مكتبه في الشارع اللي انا ساكنه فيه، في نفس الشارع. فانا نازله من البيت قابلت عثمان، ازيك يا عثمان اخبارك ايه مش عارفه ايه الحمد لله انت بتعملي ايه؟ قلت له انا بحضر فيلم. انت بتعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه. قلت له بتعمل فيلم؟ قال لي يلا. فده اللي حصل. فكان بالصدفه وصدفه سعيده الحمد لله يعني.